وين ماشيين؟ ثوابات هذه المرحلة هذه. لأن كل حال فيها إيجابياتها أكثر من سلبياتها. وين ماشيين؟ يعني انتخابات، لأن البعض من الأحزاب توقيف حزب النهضة ولا حزب فرنسا أو ما أقولش شنو، لأن توانا ديما يتهموني بكوني عندي مشكلة مع الرئاسة ما نحبش نتكلم عليها معي. ويحب يقتلني حقا من أجل هذا بعد توجيهه هذا. يعني بدأوا الحملة الانتخابية هو الإرهاب موضوع جوهري، ولربما إلى الآن مش واضح هل أن جهازنا قادر على السيطرة عليه أم لا، لأن جهازنا البشري أنا أعرف الناس به مقتدر وطني مندفع، لكن أيضا مقاومة الرياض اللي هي ظاهرة ما تعرفهاش تونس، ظاهرة جديدة، ولربما أيضا حكومة الترويكا، نحبش نذكر الأشخاص لأن ثم أشخاص مسؤولين أكثر من غيرهم، يعني ترخات في التعامل مع هذه الظاهرة وخلاتها منذ سنتين حتى وصلت هو إلى آفة يصعب التغلب عليها. هذه الظاهرة الخطيرة اللي تغلغلت يعني في جسمنا واللي استوطنت في تونس، يعني ما بقاش قادر أي بلد لمجابهتها واحد، لابد أن يقع التفكير في وأخذ المبادرات للتنسيق في مستوى المنطقة وفي مستوى الدولي. وأنا أبارك التعاون الموجود الآن بين تونس والجزائر في هذا المضمار، وهذا تعاون ماهوش جديد بالنسبة للحكومة هذه، كان موجود حتى بالنسبة للحكومة الماضية بتاع السي علي العريض، وأنا كنت دائما أقول أن هذا هو النهج الصحيح. من الضروري أن نزيد نكفوا العلاقات مع الجزائر مع ليبيا بالرغم من الوضع اللي فيه ليبيا، لكن هما أيضا يهمهم الأمر، ومع نيجر ومع دول أخرى، لأن القضية ولات ماشي قضية محلية بل هي قضية يعني مع مالي مع غيرها، ومشكل من نداء تونس كحزب حتى القيادة بتاعه أيضا معناها مستهدفة. أنا وحدي، أنا مانيش وحدي، ثم غيري في القيادة زاد مستهدفين، لكن أنا أعرفه مستهدف بالموت بالقتل. شو اللي عملت والله ما نعرف، كون حزب وعملنا والحزب هذا يكبر يعني، والاستهداف راهو من قبل حتى ما اعلنا على الحزب. انا اول نهار يعني عملت اجتماع، واجتماع في المستير وكل بعض منكم حضر فيه، صدعوني حضرت وقيل 20,000. انا مش مسؤوليتي هذه معناها، وصار لي كراوة فيها 8,000 وذا بيه فما قدها قعد البر اللي من غدوة قد 25 مارس. احنا مشينا اجتماع مارس في بلدنا مش نحتفلوا بعيد الاستقلال، اخرنا شوية كان 20 مارس ما عملناها 24، وذا بيه ثم شكون انا مسؤول الدرجة الاولى، المساعد تقريبا الاول لوزير الشؤون الدينية، أنا جاء في شارع الحبيب وليفة في البطحة هذيك اللي بدلت تواريخها برشا مرات، كان بطحة الاستقلال، بعد ولا بطحة 7 نوفمبر، بطحة افريقيا، ما عرفش توا شنو الاسم اللي يعني تحت الشباك نتاع وزارة الداخلية، وجمع لي في جمع من الملتحين يعني حاضرين، الموت للسبسي، والآخرين يقول الله أكبر، الموت للسبسي الله أكبر، الموت للسبسي الله أكبر، ثلاث مرات، مثل ما تحرك حتى ساكن، لا في الأمن، لا في وزارة الداخلية، لا في النيابة العمومية، عجب، قلت شبابكم مسكرة يعني، ما سمعوش، لكن من بعد خرجنا في الليستة، شكري بالعيد رحمه الله، ونفذوا فيه، أنا بعده
بعد سي نجيب الشاذلي وبعد نقول سي حمد همام. القضية وصلت بالكافية جدية. وزير الداخلية في ذلك الوقت اللي سي علي العريض عمل التليفون قال لي نحبوا نعملوا لك حراسة، كان ترى شيء ضروري يعملوا وفعلا تمت وتوا مازالت موجودة مع الشجر مشي. وتوا أخيرا ناداني حاكم التحقيق، مش لازم ندخل في جزئيات لأن الأمور سرية، وقال لي عندكش أعداء. والله ما في بالي أنا على كل حال ماني عدو حتى حد،